ربنا كرمنا يوم السبت وقدرنا نكسب مباراه سان داونز، وقدرنا نكسب القطن الكاميروني في الكاميرون، وجت مباراه الهلال السوداني لازم تكسب وبتلعب في استاد القاهره. مثلا انا بتخيل السيناريو مع حضراتكم، وبنلعب في استاد القاهره، واستاد القاهره فيه 5000 او 10000 مثلا، واستاد القاهره فيه 100000. الوضع مختلف تماما تماما. انا يعني معلش انا اسف انا هقول انا، لكن انا لعبت في استاد القاهره، لعبت ضد النادي الاهلي ومع النادي الاهلي. فلما لعبت ضد النادي الاهلي كنت مرعوب وانا نازل، مرعوب، لانه كان الاستاد مليان على اخره. طبعا ده كان في 2001 2002 يعني، فكنت مرعوب وانا نازل من صوت جمهور النادي الاهلي. ودي رساله انا بوجهها لكل المسؤولين، ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي وبقيه الفرق في افريقيا. المباريات الحساسه والحاسمه زي دي لازم يكون فيها ان شاء الله مليانه على اخرها بالجمهور، لان احنا في اشد الاحتياج للحضور الجماهيري من وجهه نظري. انا بتكلم على وجهه نظري، لان هو الحضور الجماهيري هو مفتاح الفوز الاساسي، لانها بتكون مباريات حماسيه ومحتاجه من كل لاعب ان انت تؤدي المباراه باقصى جهد. وان شاء الله النادي الاهلي قادر ان شاء الله على العوده من جنوب افريقيا والكاميرون بنتائج ايجابيه تخلينا نكمل المشوار ونقف مع حضراتكم نفس الوقفه دي، ونطالب بايه؟ ب 100000 متفرج في استاد القاهره ان شاء الله يوم الهلال السوداني ان شاء الله، عشان النادي الاهلي يواصل انجازاته الافريقيه، ويواصل الانجازات الافريقيه اللي تحققت خلال الثلاث اربع سنين الاخيره. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده دايما اللي بنطالب بيه. فاللي بقوله لحضراتكم، احنا هذه الفتره لن يكون هناك غير تحفيز للاعبين، تحفيز للجهاز الفني. الجمهور هو المحفز الرئيسي والاول في كل هذه الامور، الجمهور هو الاساس في كل شيء. انا بصراحه الصوره دي، ده هنا بيتسو موسيماني كان مديرا فنيا لسان داونز. فاكرين هذه اللقطه ولا مش فاكرينها؟ فخد بص، الراجل كان مبهور وهو قال لي، يعني قال لي انا حتى شخصيا، انه اللقطه دي، اللقطه دي بالنسبه له كانت حاسمه في تدريبه للنادي الاهلي، في اتخاذ قراره بتدريبه للنادي الاهلي. هو قال لي كده، قال لنا تحديدا هذا الكلام بيتسو موسيماني. فان شاء الله ربنا يكرمنا. وهنا لازم اوجه كلامي لكل اللاعبين، عندكم بطوله كبيره جدا جدا يوم السبت. والله ما انا بحط ضغط ولا بعمل حاجه، لانه من المفترض ان لعيبه النادي الاهلي بيكون عليها ضغط دائم في كل حاجه، ولكنها ليس ضغطا، ولكنها انا شخصيا ومعظم جمهور النادي الاهلي بنثق في قدرات لاعبتنا بشكل كبير جدا، بنثق في قدرات مديرنا الفني بشكل كبير جدا، خصوصا في مثل هذه المواجهات. هتقول لي ليه؟ هقول لك، جينات النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا فيكم، عايزينكم دايما تفضلوا مكملين في افريقيا، هنفضل في ظهركم وهنقف معاكم علشان كل اللي احنا بنقوله ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله نجتهد. النتيجه دي دايما بتاعت ربنا، مكسب لا قدر الله، خساره او تعادل ما عنديش مشكله، ولكن الاجتهاد في العمل. موت نفسك في شغلك وموت نفسك في تمرينك. تخيل كده لو ربنا كرمنا يوم السبت، وربنا كرمنا بعدها يوم الثلاث او المباراه اللي بعدها في القطن الكاميروني، وانت راجع هقف نفس الوقفه دي واطالب كل جماهير النادي الاهلي، لو مش هيقدروا ينزلوا يستقبلوا اللاعبين مع انهم ما عملوش حاجه، هيكونوا ان شاء الله لسه ما عملوش، كسبوا ولكن لسه ما عملناش حاجه، لسه ما خدناش البطوله، ولكن يستحقوا مننا كل تقدير واحترام، لان هم 80 مليون مفرحين. ان شاء الله نقول هذا الكلام، مفرحين 80 مليون اهلاوي، 90 من 80 ل 90 مليون اهلاوي. فعشان كده بقول للاعبين خدوا بالكم، اللعيبه الاهلاويه كلها مستنيينكم، الجهاز الفني الاهلاويه كلهم مستنيينكم،
مش عايزين نتنازل عن اي بطوله. الحمد لله في الدوري يعني خلاص ربنا كرم وكسبنا مباراه المقاولين، وبالتالي فارق ما بينك وما بين اللي بعدك 5 نقاط على ما اتذكر يعني، والله الواحد مش بيفكر الدوري، لكن هنرجع للدوري مره اخرى. لكن دلوقتي كل تفكيرنا اللقب رقم 11، هو ده تفكيرنا، هو ده كل تفكير لاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكون في هذا اللقب.